السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الأمراض المزعجة القوبة الحلقية، اللي هي تطلع على شكل حلقات دائرية حمراء في الجسم وتسبب الحكة عند بعض الناس. العلاج: نأخذ ملعقة من مطحون الكركم الصافي الطبيعي، نعجنا مع عصير الليمون ونستخدمها، ندهن مكان الإصابة مرتين باليوم. نقدر نستخدم وياها خل التفاح الطبيعي، ملعقة خل تفاح على قلاص مي دافي قبل الريوق وقبل العشاء بنفس اليوم. طبعا نحاول قدر الإمكان نقلل من استخدام السكريات وزيت الطعام المهدرج أو الزيت النباتي، وكذلك التقليل من الحليب ومشتقاته والخبز الأبيض والسكريات. هذه يكون كورس علاجي راح ينطينا نتيجة خلال فترة قصيرة، وسلامتكم ألف سلامة.